دكتور حسام معطى، انا فوجئت ليه الدكتور شاهين بيتعامل مع المساله على انها حقيقه. حقيقه يعني. هو الحقيقه يعني ده جزء يعني تكاد الناس لا تصدق ان يعني وجوده، وهو قدره الصور المرئيه في الدراما التلفزيونيه والبرامج والصور المصاحبه في التاثير في الواقع. والحقيقه يعني انا احب ابدا مما انتهى اليه الدكتور جمال فرويز من حيث الاطار المرجعي للمتلقي. وحضرتك الحقيقه عامل كذا يعني حوار متتالي لادراكك لخطوره الصور المرئيه التلفزيونيه التي باتت ليس فقط في الدراما التلفزيونيه تعرض وتذهب، ولكنها تبقى في الارشيف المسموع المرئي في الشبكه الدوليه للمعلومات، يمكن استعادتها يعني مئات المرات بعد البث الرقمي المباشر يعني. فاصبحت شديده التاثير وشديده الخطوره. فالاطار المرجعي للجمهور هو اللي كان بيخلينا نشدد في مصر على ان الدراما التلفزيونيه وما يعرض على الهواء لكل الناس هو امر يجب ان يبقى في اطار الدراما التلفزيونيه الاجتماعيه. يعني كان التقسيم ان المسرح هو المعني بالشان الانساني وبالشان السياسي الخاص وبمناقشه التفاصيل السياسيه العميقه وباسئله الكون، وانه الدراما التلفزيونيه دي دراما اجتماعيه بالدرجه الاولى حتى في شقها الكوميدي، ده مصدر خطورتها. عندما انتهى دور التلفزيون المصري، وهذا العام انتهى تماما ولا يوجد شيء اسمه قطاع الانتاج، واستقال رئيس قطاع الانتاج ولا توجد ميزانية ولا يوجد عمل، ويعني خلاص اعلن خروجه من الساحة. خلال السنوات الماضية الدراما التلفزيونية قامت بنوع من انواع اخذ كل الادوار التي كانت للسينما والمسرح حتى بعض البرامج التلفزيونية، فباتت الآن تعمل بتكنيك السينما، بتقنية السينما، تقنية متطورة جدا. أيضا أصبحت تناقش موضوعات خارج النطاق الاجتماعي المحدود اللي كان رقابة التلفزيون المصري قيمة عليه، لأن رقابة التلفزيون لا ولاية لها على ما يعرض في باقي القنوات الفضائية. الأمر الثالث إنها أخذت بعدا أكثر تطورا من برامج الحوار، وأصبحت تقدم صياغات انتقادية ذات طابع اجتماعي وسياسي، زي على سبيل المثال انتقاد المهن المتكرر. لأن الناس في مصر لا يدركون تلك الشعرة الفاصلة وشديد يعني الشيء المدهش بقى يعني الاكثر وشديد الخطوره. واللي انا الحقيقه يعني بشكرك للغايه لان حضرتك وضعت ايدك عليه وهذه الظاهره تؤرقك. ودور الحقيقه الاعلام القدير انه يعني انه يطرح اسئله اكثر مما يقدم اجابات. فحضرتك طرحت السؤال ده من اكثر من وجهه نظر، ويعني حواراتك هنا تسببت في مجموعة المقالات اللي أنا نشرها في بوابة الحضارات اللي بتصدر عن الأهرام، يعني كلها بتناقش دراما تلفزيونية كرد فعل للأسئلة اللي طرحت، إنه هل الدراما محاكاة للواقع؟ الناس تصدق أنها محاكاة للواقع، وده شيء شديد الخطورة، لأن كثافة الصور المرئية اللي حاصلة في العرض وفي البث بتجعل الناس تقوم بمحاكاة تلك الصور. يعني حقيقة الأمر إنه أرسطو لما قال إن الدراما محاكاة للواقع عرفها بإيه بقى؟ عرفها بأنها شرط الدراما يعني كي تكون فن، أنها لا تقوم بنقل الواقع نقلا حرفيا، لأنها تقوم بإعادة صياغة أجزاء الواقع وفقا لفكرتي الاختيار والانتقاء والابتكار، لأنه لا يوجد فن من غير اختيار، من الاختيار هو اللي بيعمل وجهة النظر، ولا يوجد فن من غير خيال وابتكار، وبالتالي اللي بيقدم ده لجميع السادة المشاهدين. والمدهش ان احنا بنخاطب مهنيين، يعني في نقابة المحامين غاضبة
عدد من المحامين غاضبين، عدد من الاطباء من الممرض نقابه الممرضات غاضبين، والمضيفين دول ناس يعني على مستوى تعليمي وعلى مستوى مهني، والاطباء النفسيين امبارح فنحن نقول لهم ان هذا ليس واقع. ولكن من اين ياتي هذا الضغط الذي يجعلهم يصدقون؟ من فرط التاثير. وده بيقول ان الدراما التلفزيونية اصبحت مهنية على مستوى الحرفية وعلى مستوى الصياغة، وانها تطورت للغاية، وانها اخذت دور السينما والمسرح، وانها تلعب دور شديدة شديد الخطورة، يؤدي الى ان الدكتور دلوقتي والسحر برضو ده. انا يعني مع كامل احترام الرأي حضرتك، لكن هناك رأي فقهي لإمام الأمة رحمة الله عليه الإمام الشعراوي الذي جدد لنا يعني تفسيرا في للقرآن الكريم، يعني يحمل حيوية ويحمل تفسير لغوي ويحمل طبع شعبي، وهو فقيه عظيم يعني لا نختلف على مولانا. قال بشكل قاطع ونهائي أن قدرة الإنسان على تسخير الجان انتهت مع الملك سليمان، وأن عدا ذلك شعوذة وكذب ودجل، ولا يوجد شيء يا السادة المشاهدين، لا يوجد شيء اسمه دجل. الأكثر إدهاشا أن آخر تقرير أنجزته وزارة الداخلية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية قبل الثورة مباشرة، وده برضو كان دلالة خطيرة جدا على الوعي العام، أن 11 مليار جنيه مصري هو حجم الإنفاق السنوي على أعمال الدجل والسحر والشعوذة. رحمة الله عليه عبد الله كمال أحيانا كان يأخذني إلى مغامرات لما كنت بكتب معاه في روزة، فمرة خارج نطاق المسرح، فمرة رحنا تتبعنا الحكاية دي، فروحت لقيت مشعوذ كبير ورحت دخلت وكشف عليا يعني كذب، وهذا المشعوذ يبعد عن ميدان الجيزة يعني حوالي 10 دقايق، وميدان الجيزة انت في الجيزة، انت في قلب الحضر، هنا 10 دقايق في اعمال الحوامدية. انا مش بعمل بلاغ ولا هقول اسامي ولا زال يعمل يعني. والمدهش ان المحافظات عفوا يا فندم، ان المحافظات اللي رصدها تقرير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عن ارتفاع معدلات الدجل والسحر والشعوذة الكاذبة، حيث لا يوجد جن ولا عفاريت، وده امر له علاقة بالواقع، هي الاكثر صلة يا استاذ وائل، ده خطر الاكثر صلة ممن يعتنقون افكار دينية ادت بهم الى ممارسات سياسية ارهابية. الجمهور العام، لان العلاقة بين الخرافة، بين الاعتقاد الديني الممتزج بالخرافة والمرشد واتباع البشر وقطع الصلة مع العقل، هو جزء رئيسي. مزج الخرافة بالتوجيهات الدينية هو مصدر استخدام السلاح، فده مسألة يعني شديدة الخطورة. لكن إذا رجعنا للفن يا فندم، إذا رجعنا للفن، لما الأستاذ عادل إمام وهو فنان كبير وقيمة كبرى، يعني عليه كان أن يراجع مجتمعه، مجتمع بهذا الشكل أنت لسه محتاج تؤسس فيه، لسه إحنا في القرن 21 يا أستاذ وائل، محتاجين نقول، إن أنا أطلع أقول مع حضرتك إنه لا يوجد لجن ولا عفاريت، وإن مولانا الشيخ الشعراوي قال يا سادة أنه الجن والعفاريت ليس لها علاقة بالقرآن الكريم، وأن ما جاء في القرآن الكريم أبطل عمله بإبطال علم الملك سليمان، النبي ده نبي أبطل، مفيش هذا الاتصالات، كون في اتصالات فلكية بقى لا شعورية بتاع، ده كلام يعني كلام خارج نطاق العقل والعلم. لما انت تبقى عارف كده يا أستاذ عادل تروح تعمل عفاريت،
وبعدين بتقدم العفاريت ازاي؟ ما اقول لك حاجه يا استاذ زوهر، انت عارف علم ليل الصيف ويطلع في النهايه بقى الاستاذ الدكتور ويطلع لا وانا دي. انا ولا يعني ده استدعى عالم الجن والمصايب اللي حصلت لنا هتقول لنا بقى العفاريت دول واحنا نجننهم. هرد يا ما انا اقول لسعادتك بس انا قلت له والله هتقول لنا انا بس عايز انا خليهم يتجننوا. انا يا استاذ وائل يعني مش عايز اناقش هل في عفاريت ولا مفيش عفاريت. هو انا قلت رايي قضيه عبثيه لكن ده عبث ولا يليق بينا في القرن الواحد والعشرين. لكن في نفس الوقت عندك لا ولا ما هو الدكتور المستشار مرتضى منصور القاضي السابق رئيس نادي الزمالك جامايكا مع كل الاحترام والتقدير ليه بيطلع يقول حاجتين طول الوقت ان في سحر وعفاريت وان ما فيش حاجه اسمها 25 يناير. لا ما هي مش دواء لا يعني الاثنين بس خلي بالك في في لا في 25 يناير وما فيش سحر 25 يناير نوع من الدجل مش عاوز يعني يعني في ناس كتير بتعتقد ما فيش يا فندم هذا الكلام بتعتقد بان موجود في المسلسلات ده يعني من يؤمن بالسحر يسحرني. الموضوع مش كده ما فيش سحر يا وائل. ما هو الراجل بيقول لك هو المشكله المشكله ان المبدع بس انا عايز اقول كلام في الفن. خليني يا استاذ وائل بس انا عايز اقول كلام في الفن. انا انا هسيبك تقول بس عشان ما طيب. إذا سمحت لي الفنان الذي لا يدرك الإطار المرجعي للجمهور العام ولا يدرك الوسيلة والأداة التي يقدم فيها موضوعه يجب أن يسأل. دي مسؤولية اجتماعية تقديرية. أنت فنان كبير إيه هو الإطار المرجعي للجمهور؟ صح. المعتقدات الدينية والمعتقدات الاجتماعية والظرف الاقتصادي العام والظرف السياسي العام. انا كفنان لازم اسال نفسي انا لو انت بتعمل ده فيلم في السيما في السينما اوكي لو بتعمله في مسرحيه انما انت بتقول الدراما انت اللي بتدخل البيوت انت بتكلم الجمهور العام يا فندم. سيبك بقى من 12 والعلامه الحمراء اي حد بيفتح هلا يبقى قاصد فمش لا انا لا اتهمه انه قاصد انا اتهمه انا اقول له هو والممول يا استاذ استنى بس الله يخليك يا فندم والممول يا فندم بس انا قصدي وده احد حواراتك يا فندم. الفنان الذي لا يدرك الفنان الذي لا يدرك لا يدرك الاطار المرجعي لجمهوره ويعرف كيف يغيره ويطوره للأمام مقصر في عمله. وفي حاجة يا وائل بيه في كل الدنيا اسمها دراماتورج. احنا بنقول يا جماعة محتاجين تثقيف الدراما التلفزيوني. الدراماتورج ده اللي هو زي ايه زي ما حضرتك كده بيبقى عندك في فريق الإعداد شخص بتثق فيه اسمه المراقب المشارك اللي هو بيكلم حضرتك بيقول لك خلي بالك فيه لا التاريخ ده مش مظبوط. في كده في كل العالم دراماتورج ده يبقى راجل بيفهم في الدراما وبيفهم في الاجتماع وبيبقى عنده ثقافه وعنده ناس بيستعين بيهم يعني عنده فرق. انا عندي طيب نشوف بعض المشاهد كده واسمع تعليقك من هم الناس احتفالين قاصدين مسلسل عفاريت عدل علا. فيش عربي اصلا ما ودول يعني لا انت مين من غير ما تعذب شفت انا قريبه منك ازاي انت بس تفكر فيا تلاقيني قدامك على طول. انت ايه اللي عملتيه ده؟ ما حدش طلب منك تعملي كده. انت ناكل اللي جميل كده ليه؟ اللي انت عملتيه ده مش جميل دي سرقه. عدلي عدلي انا بحبك. بتبصي لي كده ليه؟ خايف تحبني ولا خايف لأذيك؟ الاتنين أذية. انا حاسة بيك وعارف انك عاوزني. حبي لك ملوش اخر يا عدلي. انا عايز اتجوزك يا عدلي. قولي انا بحبك يا سلام وعمري ما حبيت حد غيرك. هدي حب يا بنت فوقي فوقي يا سلام. اول مره احس اني وحشتك. بص لي كده ليه؟ تحبني وبتفكر فيا. أهيا شراهيا أدوناي أصبؤوت
قالش رأي. عايز اسألك سؤال. اسأل. الجنية اللي مع صادق الجعفري دي وضعها ايه؟ لم افهم سؤالك. انا ما احبش الجن الاغبياء، يعني قصدي اقول يعني الجنية دي ليها وضعها عندكم، يعني مربطة مع حد من الكبار بتاعكم؟ لا يا عدلي، الجنية اللي مع صادق اسمها كعد. اسمها ايه؟ كعد، من اسفل انواع الجن. طيب استاذ احمد شاهين، يعني هنا الاعتراض هنا من زاويه انه كل ده خرافات ودجل وشعوذه، تمام، وان ده عمل فني يعني خيالي، بس هو اعتراض الدكتور حسام انه الفنان لازم يشوف هو المجتمع عاوز ايه دلوقتي علشان اقدم له ايه، يعني وانه من العبث ان مسلسل يدفعنا الان لمناقشه قضايا من هذا النوع. مسلسل يعني واحد، انا بقول ثلاث مسلسلات. طيب الحلال، انت بقى بتاخدها بمعنى انه لا ده المسلسل يعني لا ده ماشي مع الواقع وانه بيحصل في الواقع. تمام. دكتور حسام بيقول لك لا وجود للدجل والشعوذه والجان ولا يجب ان نناقش ذلك. يعني اولا هو متفقين معايا في ان عادل امام مخطئ وفريق العمل منصفه، يعني فريق الاعداد ويوسف معاطي الكاتب وعادل امام وجميع ابطال مسلسلات الثانيه زي الحلال زي اسماعيل خشاب وفي نفس الوقت يوسف الشريف اللي هو جاي كطبيب من خلال كتاب الموتى في قفة الهاب. لكن هذه ليست مصادفة، هم أعداء الشعوب من خلال أعداء شعوب إيه بس يا أيوة أعداء مصر يعني من خلال تسليط رسائل مباشرة. والله هتحصل مشاكل، الفن بيوصل رسائل للمجتمع أكثر. أنا بتوقع لك إن في مشاكل فظيعة وقتل فظيع هيحصل الفترة اللي فاتت بسبب التسليط. بس رمضان يخلص بس بسبب المسلسلات اللي بنشوفه دلوقتي وأشد المسلسلات اللي تم صناعة الجن فيها. ده هيزود المصيبة، البلة مصيبة. المشكلة هو ما المصايب هتحصل، أنا مش عايز تحصل المصيبة فتقول إيه أصل ده بسبب المسلسل. لا أكتر كمان، هي المصايب بتتوقف ما تتوقف هتزيد. لا سواء في مسلسلات بس ارد على خرافه ولا ما فيش. هو دلوقتي متفقين معايا ان عادل امام مخطئ والمسلسلات خاطئه، لكن ان هو بيقول ان الجن مش موجود وان هو توقف عند النبي. لا 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 لا. النبي انت قلت عند النبي سليمان، انت قلت عند النبي سليمان، فهذا كلام خاطئ. انا بقول لك كلام مولانا الشيخ الشعراوي. انا هجيب لك حديث السيده عائشه. دكتور احمد، انت مش هو ولا السيده عائشه. قول ده قبل حديث الدكتور احمد. قول اخر حاجه النبي، مش ده موضوع. اديتك فرصتك انا لو سمحت. اديني فرصتي. لا دكتور احمد، دكتور احمد هسمعك بس مع التاكيد. تمام. هو قال دلوقتي ايه؟ قال انتهى تسخير الجن عند النبي سليمان. قلت ولا ما قلتش؟ انا قلت. طيب السيده عائشه رضي الله عنها عن حديث لبيد بن الاعصم من عائله زويق او من قبيله زويق اللي هو اليهودي الذي صحى الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل هو اللي نزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال افتاني، الرسول صلى الله عليه وسلم فقال افتاني ربي، يعني استفتيت ربي فافتاني. جاله في الرؤيا من اللي عمل له السحر؟ قال له مشط وماشطه وجزع نخل ذكر النخيل، يعني السحر معمول كذا ومكان طيب. كذا سيدنا جبريل نزل. خلينا في الواقع إن لبيد انا بقول انا مش هعمل المناقشه يا رسول، سخر الجن من اجل اذيه الرسول. اذا بعد في الواقع انت بتقول ده بيحصل، موجود بتقول ده بيحصل في الواقع، وفي شخصيات في الواقع بتعمل كده. في شخصيات في مجال، انا لو تحب اقول لك في السياسه وفي الفن وفي مجالات عده وعلى مستوى العالم بيعملوا ايه؟ بيستعينوا. ولو قلت اسماء الصحوه اللي بيحرم يعني في مجال الفن، لو سمحت لي اقول لك اسماء. لا لا أسماء. لا أسماء طبعا. في فنانه كبيره جدا جدا كانت نجمه الجماهير في يوم من الايام، تستعين بساحر اسمه يوحنا الشبنوتي موجود في الصحوه واستعانت بيه وهي اللي توصلها. في الفنانه المغربيه الصماء التي تزوجت من الموسيقار سين سين، كانت متزوجه، مش كانت متزوجه، كانت على علاقه بشخص. لا خلينا بس من هقول هو لا تقول لسين سين على شخص. انت بتقول بس دلوقتي انه وصلت ازاي؟ وصلت ما انا بقولها وصلت ازاي؟ عن طريق شخص كان متواجد في الثمانينات من جهه سياديه كبرى. الشخص دون كان راح المغرب عشان يتعلم السحر، فهو اللي وصلها واجت هنا تزوجت من موسيقار وارانيها في الثمانينات كانت هابطه وكانت ساقطه. فجاه دمية في الحفلات بتاعتها دايما مسلطة علينا واحدة وبتلبس حاجة حديد كده أو عليها طلاسم. فجأة بعد ما لجنة الأرانب في الإذاعة رفضتها، فجأة علت ووصلت، ولما انقطعت علاقتها بهذا الشخص فجأة اندحرت. في عندك العديد من الممثلين والفنانين الوزراء ايام مبارك، منهم هقول لك انا بالاسم يا راجل حسن الالفي وزير الداخليه السابق، كان يستعين بقصص وكهنه من الكنيسه وهو اللي اتقلب عليه السحر. انا مسؤول عن الكلام اللي وقف حسن الالفي وفي الاخر يا استاذ باطل يا راجل انا اشتغلت اتقلب عليه السحر وحصلت مذبحه الاقصر. لا لا طيب خليني بس واحد بيعمل زنب في الوزراء هو كان حسن الالفي وما اتقلب عليه احنا ممكن استاذ وائل يا استاذ وائل يرفع عليه قضيه لو سمحت
ينفع ليه ده لو كلام غلط؟ انت محسس انك تصادق الجان اللي يتم تسليطهم يعني؟ يا وائل بيه العقل عسل وليس عن الشهاده، خذ الحكمه. طب انا مسؤول هرد. طيب بشكل شخصي، انت حضرتك اسمك حسن الالفي، هو يرد يا سيدي بشكل شخصي لو عنده جوه. انا اتشرف باني عملت مع اللواء حسن الالفي. هو هيقول لك انا بعمل سحب. اسكت من فضلك. هيجي يقول لك انا بعمل سحب في الارهاب في اسيوط عندما كان محافظا. هتقلب عليها. انتظر. عزل. لا ما يصح. لا يا جماعه عزل. يا جماعه وانا ارضى بك. مش مستاهله بس. انا لا لا يا فندم. انا ليه هو حسن الالفي؟ انت حسن الالفي هو يرد. طيب ليه هو حسن الالفي؟ يا دكتور جمال علميا علميا هو هيقول لك انا بعمل سحب علميا. خلينا بس لا عنده ولا اسمه الكهنه. وانا لا وانا يا استاذ حسن الالفي وتقلب عليها. لا يا دكتور جمال. لا يا دكتور جمال. مش على علميا. انا مش عن كلامك. انت في الطب النفسي في الطب ده اللي مربيه يا جماعه. لو سمحت ده مربيه اسس كليه الفنون الجميله. لو سمحت ده متربي في الطب النفسي لسه في حسن الالفي في اسماء. يا دكتور حسام لو سمحت بقى. لو سمحت ما هو يعني ما يصح. لو سمحت خلينا نكمل الكلام.